السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا في احسن صحه واحسن حال. احنا النهارده موجودين في جوله جديده من مرتسل للادوات المنزليه والمفروشات ورفيع المطبخ والبلاستيكات، كل حاجه تخص العروسه. النهارده موجوده عند مرتسل، يعني وانت جايه تبقي عامله حسابك ان انت هتخلصي جهاز بنتك كله من مكان واحد، سواء من مفروشات او اجهزه كهربائيه رفيع المطبخ او ادوات منزليه ورفيع ادوات المنزليه والبلاستيكات وكل حاجه ومنظمات المطبخ، كل حاجه تريندي بتشوفيها موجوده عند مرتسل. عايزين نقول الفيديو النهارده خاص جدا بأطقم الصيني وأطقم العشاء والشاي والجاتو والارطوبان والاركوبايكس والملامين، ده القسم اللي فيه كل الاطباق اللي احنا بنقول عليها دي دلوقتي، وكمان شنط المعالق. يعني احنا داخلين النهارده كده على عروض على كل حاجه موجوده في جهاز العروسه تقريبا، لسه احنا ما خلصناش دورات في المكان، وبنزل لكم دايما فيديوهات منفصله كل الشغل اللي موجود بالعروض اللي موجوده، وحتى عروض العرايس بنعمل باكج كده للناس اللي بيحبوا ياخدوا العرض على بعض، وبرده متاحه منزل لكم كذا فيديو من عند اتصل، تابعوها وما تنسوش تقولوا رايكم في الفيديو واللي اخذ يقول رايه كمان. النهارده عندنا ما شاء الله اكبر تشكيل في اطقم الصيني، زي ما احنا شايفين احنا في مكان واحد جوه المول في كل التشكيل ده من اطقم الصيني، يعني هتحتاري على ما تختاري طقم يعجبك بجد من كتر ما الموديلات ما شاء الله كتير جدا. طبعا اسعار كتير جدا هتعرفيها دلوقتي معانا في الفيديو. اطقم الملامين تشكيله كبيره قوي موجوده فيها، هنقول لكم اسعار الملامين للناس اللي سالت. كمان شنط المعالق زي ما احنا شايفين حاجات كتير موجوده، الاندلس اوكسفورد ارشيا، كمان شنط البيانو موجوده معانا، في حاجات ايطالي اهي موجوده، وموجود كمان دريم موجود معانا، يعني في تشكيله حلوه هتعجبك. بالنسبه للارقبان ما شاء الله حدث بلا حرج من اول السنتر هنا اللوكيه لغايه اخره، كمان الشاي والجاتو في تشكيله هنا وفي تشكيله في الظهر ورا. مش بس كده، عندنا كمان تشكيل الاركوبايركس زي ما احنا شايفين ما شاء الله كل الالوان اللي انت بتحبيها موجوده معانا بكل تشكيلاتها والتكوينات الجديده اللي نازله كمان بالالوان الجديده. احنا جايين النهارده عشان نبهرك من عند مرتسل، الانبهار موجود مش هتروحي في اي حته تانية، ان احنا عند مرتسل بكل مكان تدخلي بتلاقي تشكيله حلوه في قلب المول. هتروحي هنا هتروحي هنا هتلاقي عروض حلوه، هتلاقي حاجه انت محتاجاها في جهاز بيتك. طبعا تشكيل الاندلس في الشاي والجاتو والعشاء متاح بكل التشكيل بتاعهم موجود بكل الالوان. تشكيله الشاي والجاتو زي ما احنا شايفين ما شاء الله بالوانها بالحاجات اللي نازله جديده موجوده معانا وباسعار مميزه جدا وخصومات حصري على قناتي مع مرتسل. عايزين نقول هنقول الاول ما اشتركش في القناه اشترك وفعل الجرس بيعمل لايك عشان يوصله كل الاشعارات بفيديوهاتنا اللي جايه كلها، بننزل دايما عروض ممتازه لعرايسنا. محمود باشا النهارده كل سنه كل سنه وعلى الناس طيبه وعلماء الكرام طيبين بمناسبه رمضان كريم. النهارده عاملين لك صفقه وطفره بمناسبه ايه؟ عيد الام. ست الكل كل سنه وانتم طيبه. عامل لك في كيس الصيني عظمه على عظمه، بنجلاديش هتلاقي، ماليزا هتلاقي، تايوان هتلاقي، فتحي محمود هتلاقي، لوفس ودريم هتلاقي، كل الانواع فرز اول بيخش المجرور الفل، وغساله الاطباق 188 شكل هتختاروا هتحتاري. اوتوم العشاء، اوتوم شنط المعالي زي ما المدبش المعالي والاركوبال والاكوا باريكس والطقم الملمين والشاي والجاتو. عامل لك صفقه على صفقه 40%، مفيش حد بيعرض الكلام ده دلوقتي، مفيش بضاعه، في جشع تجار زي ما قلنا في شهر واحد، البضاعه ولا بتاكل ولا بتشرب. الحقي الحقي اللي جاي صعب، زي ما الناس الزبون الناصح اللي استفاد بعروض شهر واحد ربنا يبارك في كل واحد اخد حاجه. النهارده عامل لك خدمه توصيل هي على مبدانا مجانا، وهدايا على كل طقم هتاخديه من قسم الصيني والبورسلين والاوتوم العشاء والاكوا باريكس والملامين. قلنا عروضنا حتى الفاز الكميه حتى ابتداء العروض من 22/2 لغايه 22/3 طول الاسبوع شغالين بدون اجازات، بنفتح من الساعه 10 صباحا لغايه الساعه 1 بالليل حتى نفاذ الكميه. انا مش مقيم بالحاجه دي تقعد لي لغايه شهر، اللي بيجي الاول هو اللي بيستفاد بالاشكال والموديلات الجديده. قلنا هنعمل ايه النهارده يا شباب؟ عامل لك صفقه، عامل لك طفره، شويه ممنوعات، شويه استيراد من الحاجات اللي اتقفلت محمود توسن جايبها لك وموفرها لي. بصي شويه دلع من اللي اتمنع، شياكه واناقه وموديلات شغل، بصي فاخر من اخر حاجات براندات بفضل الله بجميع الاشكال وبجميع الموديلات متوفره من عند مول توسن. الطقم ده 66 كده حراري بيخش المخروج والفرن وغساله الاطباق ما بيمشي ده. عايز الناس كلها تعمل لايك وشير، ده جديد معانا يا جماعه. تعمل لايك وشير وتستفاد بالعروض والخصومات اللي توسن عاملها لك وتحطيم اسعار عشان نسهلها على اخواتنا البنات. الناس اللي في الظروف دي لازم نعمل عروض للقلب للقلب، عروض للعروسه تستفاد بيها، ما نسدش نفس العروسه وابو العروسه اللي يجهز بنته، لازم تجيب لها احلى حاجات واعلى الخامات واقل سعر من عند مول توسن في حدائق الاهرام. وبقول لك خدمه توصيل ده خارج القاهره، انا بعرض لك الصنف والمنتج، واسال وخليني اخر واحد تمام؟ تعرفي تجيبي الشياكه والاناقه دي؟ ابقى جيبيها وابقى عرفت انت الجابه ايه من بره عشان حدش يضحك عليكي في سعر.
رقم قطعة أول حاجة. فرز أول 66 قطعة. تمام. عندك شكل 2 3 4 5 6 أشكال وفي أربعة مش معروضين. الطقم ده ب 16,150 جنيه النهاردة في المصنع بتاعه والشركة بتاعته. 16,150. هتدوا لنا بكام يا أستاذ محمود؟ هقول لك ب 11,850 جنيه. ما شاء الله. ده بونشاينه حراري بيخش المكرونه والفرن وغساله الاطباق فرز اول. هتبدا كده ب 11 بقى في ب 4 وفي ب 5 وفي ب 3 وفي ب 2 كل المستويات موجوده بس علينا حاجه حاجه. انا عايزك تركزي كنا هننزله بكام وهنبيعه بكام بس محمود توصل بيضعف قدام الكاميرا وقدام العميل. 13,910 قدام العميل وقدام الزبون الاحلى زبون في الدنيا. خصم حلو قوي 11,850 جنيه. خد سكرين واسال على عروض منتصر عامله ازاي في حدائق الاهرام. اه تمام. 11,850 جنيه شياكه ورناقه. بقى اللي تحفه فنيه اللي ملوش حل. لا ايه ده ب 11,150 جنيه النهارده. سيمبل قوي. 66 قطعه في منه 6 اشكال. هتيجي تاخديه ب 8,650 جنيه. 8,650 66 قطعه. 8,650 وما تنسيش هديتك وما تنسيش خدمه التوصيل داخل خارج القاهره مجانا. تمام. بص التحفه الفنيه دي بقى. الشغل بص الشياكة، بص العلاقة، رغم الوقت اللي احنا فيه والظروف البلد اللي فيه ومفيش استيراد بس الحمد لله محمود توصل بيوفر لك كل المنتجات وكل الاشكال والموديلات ال 2025 مش ال 24، الحديث دايما مميز نفسه من عند محمود توصل. حراري بيخش المكرونة فرن وغسالة الاطباق فرز اول، عندك اكتر من 8 اشكال، قلنا الطقم ده بدل 10 550 جنيه، قلنا ما شاء الله داخل العرض ب 9,750 جنيه ما دامش الماء اللي هو الفضي ده وده ب 9,750 جنيه. دول يا جماعه سيمبل قوي وشكلهم شيك والطبق زجزاج معاكي وحكايه حاجه مضيفها مطرح. او اللي هيجيبوا حاجه مدام شباب اكتبيها على طول السي اس. ايوه بالظبط. خدي سكرين سهليه عليا وتقولي لي الطقم ده هيجيب لك اشكاله كلها وانت واقفه. تمام. طيب. قلنا الشكل المربع ده بكام بقى؟ ده مربع زجزاج. واحد اتنين تلاته اربعه. والربع ده معاهم؟ اه. بكام يا مدام شباب؟ ب 14,850 جنيه المفروض ننزله. ب 14,850 جنيه. بقول لك وده على جشع الكبار. تعالي خديه ب 11,750 جنيه. شوفي كام خصم احسبيها انت بقى وشوفي ما شاء الله في الطقم الواحد. يعني لو انت عندك عروسه وهتجيبي اكتر من طقم شوفي وفرتي قد ايه. هتعرفي تحطيهم في حاجه ثانيه انت محتاجاها. عايز اقول لك الطقم السيني ده شامل الشاي والجاتوه اللي بقى 4000 جنيه للجبيل لوحده. ده شامل الشاي والجاتوه في البراد وفي طبعًا. كل حاجه. آه تمام. آه. بكل اشكاله. خلصنا على كده ما خلصناش. نخش بقى ايه على بتاع قد الايد اسعار بتاعت الزمان. قلنا البولو وقلنا اشكال الجميله الحاجات الحديثه قلنا الموديلات كلها ما بيروحش عليها موضه. لو عندك بنت حتى قدام 10 سنين لغايه ما تتجوز الاشكال دي ما بتروحش عليها موضه. ب 8,250 جنيه النهارده. محمود توصل بيقول لك ب 5,350 جنيه. 5,350 ده انهي واحد؟ 5,350 جنيه. واحد اتنين تلاته أربعة. 5,350 جنيه. تمام. تمام. قلنا اللي يجيبوا حاجه ياخدها سكرين ويسهلها علينا زي ما احنا بنسهل على الناس كلها. ب 650 جنيه قسما بديني ب 850 جنيه النهارده. طب شايفين؟ ب 650 جنيه. 650 اعملي سكرين على طول عندنا منه الوان ثانيه لو انت مش حابه الاسود. ب 6,950 جنيه. 6,950 المستورد. ده المستورد. تمام. ب 7,750 جنيه داخل العرض معانا ب 6,000 جنيه بس. وبرده عندنا الوان ثانيه ب 6,000 جنيه. تمام. تمام. اه اللي هيجيبوا حاجه خدها سكرين. عندك اختيار ب 6,000 وعندك اختيار اكتر من طقم. ب 7,750 جنيه. بقول لك وداع لجشع التجار ب 6,000 جنيه بس. ايوه ب 6,000 جنيه بس. حلو قوي. ب 6,000 جنيه بس. تمام. 72 قطع حراري بيخش المكرونه فرن فتحي محمود. انا بجري معاك عشان اجيب لك اقوى العروض. أيوة واقوى الخصومات. ب 6,950 جنيه بس. 6,950. 72 قطع. تمام. من جميع الاشكال مش الرسمه دي بس. هتختاروا وهتحتاروا بفضل الله من الاشكال والموديلات. تمام. عندك شكل 2 3 ب 7,250 جنيه داخل العرض معانا ب 5,850 جنيه. 5,850 والطقم بتاعه حلو. يعني تفرشيها على سفرتك. 5,850. احنا بص عارضينه من الطقم. الطقم اكبر من كده 72 كرتونه كبيره ضخمه تشرف حاجات كثيره فيه جدا والسيرفيزات والسكريه واللبنه فيه كل حاجه. تمام. خش على المستورد بقى وجمال المستورد. شايفين الشياكه؟ البونشاينه. بيتكلم عن نفسه ما شاء الله. البونشاينه الحراري اللي بيخش المكرونه والفرن وغساله الاطباق. بصي بص يا باشا فرز اول باينه ما شاء الله مستورد من عند واحد بس هو ابو علي. منتصر حكايته فوق الحكايه. ما شاء الله. شويه ممنوعات شويه دلع من اللي اتمنع تنوري نيشك باقل التكلفه واعلى الخامات بفضل الله. عندك اشكال كثيره هتتبهري هتختاري وهتحتاري.
تمام. قلنا بدل 12750 جنيه احنا شوف كنا الاسعار في شهر واحد عامله ازاي، ورغم كده انا برضو بساعد الناس وبقرب الظروف. الطقم النهارده تسمع 13000 14000، هتقولي ده مش طقم كامل يا استاذ، ونص طقم بالظبط. هنعمل ايه؟ الظروف اللي احنا فيها هي المحكوم الدنيا، احنا مفيش حد عارف يجيب بضاعه، مش الدنيا واقفه. شوف اللي انا قلت في شهر واحد ايه وعامل حسابه، ورغم كده الناس اللي استفادت بكل العروض على قلبي زي العسل. عشان كده بقول لك الحقيقه اللي جاي صعب، ربنا يرحمنا برحمته ويستقر البلد اللي احنا نطلع منها على خير، واخواتنا البنات يتمم لهم على الف خير. 10750 جنيه، 10750 اللي احنا هنقول لكم عليهم دلوقتي. 10750 جنيه، تمام. 10750 جنيه، الثلاث قطع اللي تحت بعض دول. الضل عليه ربنا، ومفيش عروض حد يعمل الكلام ده دلوقتي، يعمل على طقم طقمين. انا بعمل لك عرض على 188، وبنعدي على كل حاجه وبنديكي تفاصيلها، مش بنعدي حاجات. 12500 اللي جاي صعب، 10000 جنيه. بص الطقم شيك قوي على فكره، هتيجي تاخديه 15000 الشهر اللي جاي. ركزي في الكلام اللي انا بقوله لك، هتيجي تاخديه 15000. يا رب احنا عايزين الحاجه ترخص مش تغلى، بس غلو البلد اللي احنا فيها دي ربنا يرحمنا برحمته. الفيلات بقى وجمال الفيلات، بصوا الفيلات ده قمر قوي، بسم الله ما شاء الله، شايفين ده عامل ازاي؟ سواء البراد او السلطانيه او الفنجان بتاعه، طبق الغويط بتاعك اهو، شايفه الشياكه؟ بجد حاجه محترمه جدا، تفرشيها على سفرتك يزينها. قسما بديني ب 14000 جنيه، 9900 بضاعه ولا بتاكل ولا بتشرب، وعينها زي الناس ما بتعمل، ويقول لك مفيش بضاعه، بس رغم كده نقول توصل مصداقيه ونجاح بيكم وليكم ب 9900. وجمال اشكال عندك بقى، حلو قوي قوي قوي. في منه بسيط وذوقه قريب كده، عارفين 10 اشكال، في منه اكتر من 10 اشكال ب 6200، داخل العرض معانا ب 5700 بس. الطقم ده في كل المستويات اللي انت عايزاها، عروسه وبالعروسه، عايز بثلاثه فيها تلاقي، خطير ده على فكره ما شاء الله، بكل الانواع هتلاقيها بفضل الله. نخش بقى على الفتح محمود وجمال فتح محمود المصري الالماني، حاجه سيمبل جميل يا محمود ده، والفرن وغساله الاطباق ما شاء الله، حاجه سيمبل مريحه للعين، ذوقه شيك قوي قوي قوي، تقدري تحطيه في نيشك، مش هتروح عليه موضه لان هو شغله بسيط مش كتير، فده ما شاء الله يعني تجيبي بنتك وتشيليه وانت مطمنه. 8 اشكال فرزه، اول بيخش الميكرويف الفرن وغساله الاطباق، في حاجات ب 10 وفي حاجات ب 10300 وفي حاجات ب 9900، احنا هنقول هنسهلها على الناس كلها عشان كده ربنا بيسهلها علينا ب 850. 850، وما تنسيش هديتك وما تنسيش خدمه التوصيل داخل خارج القاهره مجانا ما شاء الله، ب 850 جنيه. تمام، شوف التحفه الفنيه بقى المستورد، اتفرجوا معانا ما شاء الله، كل الشغل ده المستورد ده مربع، حاجه قمر قوي ما شاء الله. بصي الطبق الغويط بتاعه عامل ازاي، بصي موديلات الطقم اصلا عامله ازاي، تشكيل الالوان بتاعته ما شاء الله خطير. تمام، قلنا المستورد ده عندك اكتر من 8 اشكال من غير شيماء، داخل العرض معانا ب 9650 جنيه. محمود توسن بيقول لك تيجي تاخديه ب 7950 جنيه. الله، ب 7950 جنيه ده انهي بقى؟ ب 7950 جنيه، واحد ب 7950 جنيه، اثنين ثلاثه 7950 جنيه، ده كل ال 7950 جنيه. الله 7950 حلو قوي. تمام، لجميع الاشكال وجميع الموديلات. 72 قطع حراري، الباشا الملك النيش، بص بينور في النيش لوحده، حاجه بصراحه شكله الميكروويف والفرن وغساله الاطباق، عندك اكتر من 10 اشكال. تمام، داخل العرض. قلنا بقى التحفه الفنيه مصر الالماني وفتحي محمود، ماشي، جميع الاشكال بتاعته ب 9350 جنيه من الشركه بتاعته النهارده. بقول لك النهارده تيجي تاخديه ب 7950 حتى الفاز الكميه، انا مش مسؤول ان الحاجه تخلص. الطبق بتاعه عامل ازاي؟ سامبل جدا، ده بدي على بيبي بلوك كده، 7950 ما شاء الله. شوف الاسعار دي، شوف الطبق اللي عاجبني القمر ده، ده خطير. مستورد؟ مستورد ب 11850 جنيه، بقول لك تيجي تاخديه ام العروسه وابو العروسه ب 10000 بس، ب 10000. عايز اقول لكم الطقم ده ما تحسوش طقم صيني ابدا، هو حاجه شياكه في نفسه وفي نفس الوقت راقي جدا، يعني طقم صيني كده محترم. تعالى يا ملوش يا ملوش، بص انا براجع نفسي في كل حاجه اللي فعلا ما بتغرقش، بتسعى للسرور ولا زهقان. 9500 ما شاء الله شيك قوي. عندك الشكل ده من شيماء ب 12150 جنيه، بقول لك تيجي تاخديه ب 9900. 9900 ما شاء الله، المستورد المستورد الفيلات اللي بيخش الميكرويف فن وغساله الاطباق من شاينا. عندك ال 72 قطعه اللي حكايته فوق الحكايه ب 950 جنيه، هتيجي تاخديه ب 7950 جنيه. ب 7950 جنيه يا مدام شيماء، الكلام مش خلصان في قطب الصيني، كل الماركات اللي انت نفسك فيها يا مدام شيماء، العروسه وابو العروسه اللي بدور عليها في 10 15 محل هتلاقيها من عند مول توسون، في كل حاجه، ادوات الكهرباء والبلاستيك والمفارش وكل اللي انت نفسك فيه. عندك بص كام شكل من البرشاينه الحراري اللي بيخش الميكروفون، طقم ممنوعات،
ب 12500 جنيه وب 13000 جنيه هتسمعيه. النهارده محمود توسن بيقول لك ب 10450 جنيه، ايوه ب 10450 في الشاي والجاتوه، مش لازم بقى تجيبي طقم شاي ب 4000 جنيه، ده يساعد الاثنين في واحد. تمام 10450 ده كيرفي يا جماعه. 10450 الحلال البونشاينا اللي بيخش المكرونه والفرن وغساله الاطباق عامل ازاي؟ بس كده مدام شيماء ضد الكسر وحراري بيخش المكرونه والفرن وغساله الاطباق. فرز اول يعني بص يستاهل اكتر من 15000 جنيه. قبل كده بقول لك بكام؟ بقول لك ب 10450 جنيه التحفه الفنيه المستورد البنجلاديش اللي هتاخديه بعد اسبوعين ب 15000 جنيه. طقم الفلات الحراري اللي بيخش المكرونه والفرن ب 850 جنيه، بقول لك تيجي تاخديه ب 6350 جنيه. ما شاء الله ب 6350 جنيه شيء. يا جماعه الاشكال بتاعته حلوه قوي. 6350 جنيه اسعار زمان رجعت من عند توسن، واسالها على اسعار واحنا بنبصي في السوق مش لوحدينا، لينا منافسين والاسعار اللي عندي عند غيري، بس السعر المميز من عند مول توسن بال 1000 وال 2000 جنيه. بقول لك بقى الشغل البورشاله كله موجود عندي في كميات كبيره. شايفين البساطه والجمال بجد تحفه. اتفرجي على الاشكال براحتك خالص واختاري اللي يروق ليكي. في حاجات فيها شغل، في حاجات شغلها سيمبل، في حاجات كتير مختلفه عن بعضها. في طبق كله مفروش طبعا طبق الجاتوه، فانت هتلاقي ذوقك هتلاقيه سواء في الشكل اللي قدامك او في الاشكال اللي عدت او في اللي جاي كمان. يعني تشكيله كبيره جدا في اطقم الصيني. بكام ده يا محمود؟ انواعنا كتير واشكالنا كتير وموديلاتنا كتير. تعالي بص بقى الطقم ده، عامل لك عرض على عرض توفير 1500 جنيه مدام شيماء. ادي شكل 2 3 4 بكل الاشكال بتاعته بدل 7750 جنيه. بقول لك تيجي عرض واحد لكل واحد، ده اللي احنا واقفين عليه. ب 5850 جنيه. 5850 جنيه الشياكه والاناقه ب 5850 جنيه. كل سكرين بالحاجه اللي انت عايزاها مدام شيماء، الزبون اللي هو نفسه في حاجه ياخدها. 72 قطعه، اكتر من 10 اشكال. بقول لك بتمانية ملفوف لفة هدايا اللي انا بقول لكم عليه دايما، 8750 جنيه. هتيجي تاخديه ب 7150 جنيه. 750 جنيه. تمام 750 جنيه. 66 قطعه. 72 قطعه. 72 تمام. كل الاشكال بقى البراندات المستورده بكل. بصي عندي 188 شكل، هتختاري وتختاري، عايزه باربعه تلاقي، بخمسه تلاقي، بسته تلاقي. الانواع كلها كتيره بانواعنا كتيره جدا واشكالنا وموديلاتنا كتير. تمام يا شيماء؟ تمام. العرض ده 1 2 3 4 اشكال. بقول لك ب 10500 داخل العرض معانا ب 8750 جنيه. الله. والشحن متاح من المعرض، شحن مجانا. 8750 جنيه. تمام. 8750 جنيه. خلصنا على كده، ما خلصناش. عايزه طقم كامل فيه، عايزه نص طقم فيه، كل الاختيارات اللي انت نفسك فيها. اما العروسه او العروسه هتلاقي كل المحافظات 27 محافظه داخل خارج القاهره، خدمه التوصيل مجانا. كل طقم عليه هديه زي ما وعدناكم وهقول لك عليه دلوقتي. نخش على الشاي والجاتوه بقى مدام شيماء. تعالوا بقى اشوف تشكيله الشاي والجاتوه. الاطقم اللي نازله جديده، اللي فوق ده نازل منه الوان، يعني ده في الاخضر، في الاسود، وتقريبا في الروز كمان. والطقم الريشه ده خطير، في منه الابيض في اللبني، وفي منه اللون ده، وفي منه الاسود كله. وفي بقى الطقم الشياكه ده، شايفين ده حاجه قمر قوي. والبينك ده كمان جميل قوي ما شاء الله، حاجه مدلعه كده، وده كمان حلو قوي. كل دي اشكال للاطقم يا جماعه معانا. ومش بس كده، احنا لسه معانا كمان تشكيله عظمه في الشاي والجاتوه. هنبدا من فين يا محمود؟ بص بقى كل طقم الشاي دي، بص عظمه على عظمه. احنا لو نشرح هنطرح كل طقم عايزينه يومين ثلاثه. تمام. مش مجرد كلام، انواع كتيره وموديلات كتيره والشركات كتيره. عايز طقم الشاي ب 2950 هتلاقي، ب 3000 هتلاقي، ب 3500 هتلاقي، ب 2250 هتلاقي. انواعنا كتير. عايز اقول لك كل طقم شاي داخل العرض بصي خصم 500 جنيه. كل طقم شاي خصم 500 جنيه. تمام. وفي طقم شاي توصل ل 1000 جنيه. انواعنا كتير وموديلاتنا كتير، بس مش عايزين نطول على عميل. كل الايه الاسعار هنقول عليها قطعه قطعه. يعني عندك زي كده اهو ب 3750 جنيه. تمام. هتيجي تاخديه ب 2950 جنيه. عرض عظيم. عروضنا منافسه للجميع يا جماعه، واللي استفاد بحاجه في شهر واحد عارف حاجه زي كده واكتب لنا كومنت زي ما استفاد بالحاجه، ربنا يهنيه بحاجاتهم يا رب. عندك حاجه زي كده ب 450 جنيه النهارده. النهارده بيقول لك ب 3350 جنيه تيجي تاخديها. تمام. تمام. 3350 جنيه هتيجي تاخديها. عندك بقى الاطقم اللي عليها الغزاله وعليها الاشكال دي، في منها اربع اشكال، اسود وروز ولبني. ايوه. بكل الاشكال بتاعته ب 3850 جنيه داخل العرض ب 350 جنيه. 350. بص الاشكال الجديده نازله باسعار حلوه جدا. 350 جنيه. عندك الاشكال التحفه الفنيه دي ب 3950 جنيه داخل العرض معاكي ب 3250 جنيه. ب 3250 جنيه. 3250 جنيه. خطير. عندك الاسود والابيض. عندنا منه الوان ثانيه يا جماعه. ب 3750 جنيه داخل العرض معاكي ب 2950 جنيه. ما شاء الله. ماشي؟ اه.
كل حاجه اللي يعجبه حاجه خدها سكرين. عندك انواعنا كتير وموديلاتنا كتير، عايزه ب 2450 جنيه هتلاقي، ب 2200 جنيه هتلاقي، كل الموديلات موجوده متوفره من عند بسم الله ما شاء الله. تمام، عندنا المربع، عندنا المدور كمان، في حاجات الطبق بتاعها زجزاج معانا، في حاجات حرف جل، في تشكيله حلوه في الشاي والجاتوه. هو اللي قدامك ده ايه يا محمود؟ حتى الفيزيك الميه طعم 10 برسلين حراري بيخش المكرونه والفرن وسلطه الطبق. 45 هتلاقي، 66 هتلاقي، 32 ده بس يا جماعه، 33 هتلاقي، اي طعم شاي هتلاقي عليه سعره خصم يوصل ل 1000 جنيه. خصم يوصل ل 1000 جنيه، كل طعم انت شايفاه بعينك دلوقتي في الكاميرا هتيجي هتشوفي اختيارات وهتشوفي اشكال اكتر من اللي معروضه ب 1000 جنيه، تمام؟ قسم اي طعم 10000 جنيه من غير شيء. تمام ما شاء الله. دول كده يا جماعه اطقم 10 بورسلين فتحي محمود، شايفين اشكالهم تحسيهم طقم صيني في نفسهم، يعني انت ممكن تجيبي طقم من دول وتعملي 12، تجيبي طقمين وتعملي 12 وكانك جايبه طقم صيني 12 للناس اللي مش عايزين يجيبوا طقم صيني، لان دول سعرهم بيبقى احسن من الاطقم الصيني فهيسهلوا معاكي قوي. طيب ايه تاني؟ اطقم الشنط المعالي اللي حكايتها فوق الحكايه. ابو 3 موجود، وابو 2000 موجود، وابو 1500 موجود، والقرش المانيا ام 5 و7 و8 موجوده ب 4999، وب 3 موجود، وب 1500 موجود، البيانو موجود، والكومودينو موجود. تمام. كل التشكيله موجوده، بس مش عايز اكتر على الزبون كده، تعالى اقول لك العرض ده واقول لك من قلب للقلب. بصي في الغالي وفي الرخيص، في المستويات كلها اللي انت نفسك فيها. 86 قطعه 18 على 10 بكل اشكالها موجوده، بقول لك دورين 86 قطعه فيها كل حاجه، ماشي بالكبشه وبالتوزيع بكل حاجه، في الشكل ده منها وفي الشكل ده منها. تمام. ب 1250 جنيه، تخيلي في شنطه معانا 1250 شنطه معانا 86 قطعه ب 1250 جنيه بس. تمام. كل الاشكال المعالي زي ما انت شايفه اسعارنا بتبدا من 1250، في اسعار ثانيه اعلى لان احنا عندنا الاندلس وعندنا الاكسفور فهتلاقوا اسعار مختلفه. بالظبط. كل طقم كوبايه تايلاندي مربع ومدور هتلاقي، طيبه هتلاقي، الاندلس هتلاقي، الاكس فورد هتلاقي، الاندلس هتلاقي، كل الماركات في مكان واحد من عند نون توصل عظمه على عظمه. حاجات ابيض كلها حاجات في شعر تلاتة. في ميكس، في حراري، بص التايواني اهو، تايلاند اهو، الحراري اللي بيخش مكروه فرن، بص مش مستاهل، حراري بيخش مكروه فرن وغساله الاطباق، اللي تسمعي فيه ارقام غريبه من عند توصل موفره لك بكميات. طقم العشاء اللي انا عايز اقول للعميل 24 قطعه اللي عامل 800 جنيه النهارده، محمود توصل وفره لك ب 499 جنيه. 499 ده اللي احنا شفناه بره يا جماعه مقفول. الست قطع دي اشكاله. 24 قطعه ست رسومات منه. اه ما شاء الله. 499 جنيه. عايز ابص بص شوف الاشكال الاركوبال وجمال الاشكال الاركوبال، هتختاري وهتختاري يا ام العروسه. شايفين يا جماعه جمال؟ بفضل الله. كتير جدا. موديلات كتيره، الكلام مش خلصان من عند مول توصل، حكايتنا فوق الحكايه، هتلف على الحاجات دي اكتر من 15 20 محل. توصل موفره لك في مكان واحد في حدائق الاهرام، البوابه الثانيه القديمه، عامل قلبان 35 ورا، خدمه توصيل داخل خارج القاهره مجانا، عندنا شحن اونلاين، تدفع ثمن المنتج بيوصل لك في خلال 3 4 ايام، وكل حاجه انت نفسك فيها ابعتي لي على الواتس، خد سكرين على التليجرام، الفيسبوك، على اليوتيوب، مول توصل عامل قلبان بفضل الله. ما شاء الله. قناه مدام شيماء مجوهر على اليوتيوب، طبعا بصي حكايه عظمه، اختيارات كتيره والوانات كتيره وشياكه كتير واماكن كتير. عايزه ب 2900 هتلاقي، ب 3 هتلاقي، ب 3.5 هتلاقي، ب 4 هتلاقي، التايواني، ب 5 هتلاقي، ب 6 هتلاقي، كل اللي انت نفسك فيه هتلاقيها من الشارع. عايز اقول لك اي طقم اركوبات كده كده كله متسعر بالباركود عليه خصم 1150 جنيه. اي طقم اركوبات عليه خصم 1150 جنيه. حلو قوي. انا بجري معاكي معلش عشان الموضوع كبير جدا، لسه هنعمل لك عرض على جهاز الكهربائيه، عرض على المفارش، وعرض على جهاز العروسه الكامل متكامل، اتفرجي عليه، استفادوا بعروض شهر 3 من عند مول توصل، الكلام مش خلصان. الفرنساوي بقى النمارك بكل اشكاله، مدور، مربع، 46، مايكس الاشكال الجديده، 46، 52، 66، داخل العرض من عند مول توصل عليه خصم 850 جنيه، يعني كل حاجه متسعره عليها بالباركود هتخصمي 850 جنيه. ده اللي معاه مجات يا جماعه ومعاه طقم شربات. هتخصمي 850 جنيه. الاشكال الجديده. تمام؟ جاي من السويس، جاي من كفر الشيخ، جاي من الشرقيه، جاي من الاسماعيليه، جاي باربع تنفار، خمس تنفار، هتاخد الحاجه وانت واقفه معاكي، خدمه توصيل داخل خارج القاهره مجانا، خلي التقيله علينا وخفيفه على الزبون، يعني انت هتيجي بمواصلاتك، هتيجي بعربيه حضرتك، هتيجي تاخد حاجتك معاكي في نفس اليوم، خدمه توصيل داخل خارج القاهره مجانا. تمام. والهدايا وخدمه التوصيل مجانا وسعر منافس للجميع. اوتوم العشاء التحفه الفنيه بجميع الاشكال، هتختاروا هتختاري الاكوا بايركس، هتختاروا هتختاري. تعالى نشوف بقى المقاولين، شوف بقى ايه تشكيل الاكوا بايركس، شايفين اشكاله كتير جدا، كل الاشكال الجديده اللي نازله، بطعم الشربات بي اللي معاه كمان توابل، كل الحاجات الترندي اللي نازله موجوده معانا. تعالوا نشوف بقى المقاولين مع بعض اللي سالتونا عليه. بصي الماليزي هتلاقي، الشريف هتلاقي،
اللي هي اكس 4 هتلاقي، عايزين ندي اسعار في الاندلس هتلاقي الطقم الملامين اللي فوق ده بدل 1950 جنيه دخل العرض معانا ب 1450 جنيه 1450. تمام. الماليزي الالوان شكل 2 3 4 5 6 بدل 4 250 جنيه دخل العرض معانا ب 3750 جنيه. تمام. الحراري اللي بيخش المكروب فول البيور، الملامين البيور. تمام. في المدور كلها في تشكيلته في ب 1750 جنيه زي كده مدام شيماء، وفي ب 1200 جنيه زي كده. تمام خالص ده. في اشكال كتيره وانواع كتيره. بصي كل الكلام اللي تحت ده كده مدام شيماء، تعالى بصي كده. اسعارنا في الملامين بتبدا من كام يا محمود؟ من 745 جنيه. من 745 طقم ملامين. الناس اللي طلعوا بيسالوا ما قالش طقم الملامين يا شيماء، وكانوا زعلانين قوي. احنا النهارده ادينا فكره عن طقم الملامين. في حاجات بننساها في الفيديو يا جماعه، انت تيجي تشرفينا وتنورينا هتلاقي كل الاختيارات وكل اللي في مقدرتك حاجه هتيجي تاخديها. عايزه ب 745، 1000، 1200، 1300، 1600، 1900، 2250 جنيه، 2700، 3700 جنيه. دي كلها انواع موديلات. عندك الشريف وطقم العشا هو اللي بيلمين مصر كلها دي، رجع بكميات كبيره زي ما انت شايف بفضل الله. ده حتى الفاز الكبير. ال 24 قطعه اللي احنا قلنا عليه ب 4999 جنيه، الطبق مشوية ب 15 جنيه. طقم الكوبايه حكايته حكايه، بيخش المكروب والفرن وغساله الباق ب 499 جنيه. اشكاله كتير جدا واشكاله حلوه. موديلاته كتيره واشكاله كتيره. بصوا كل دي كده اشكال. احنا هننزله ب 600 جنيه، محمود بتوصل ما بيحبش غلو الاسعار. قلنا تعالي بص الصيني في اسيني لسه بقفلته، مش مضايق اللي انت اتفرجت عليه بس، انواعنا كتير وموديلاتنا كتير، الشريف المدور والمربع متوفر، في انواع كتيره لسه في الملامين ورا حضرتك، هتلاقي اشكال كتيره. بصي مش مقيده، الكلام مش خلصان اكتر من 43 شكل. رسومات وموديلات واصناف كل حاجه متوفره بفضل الله من عند متصل. تعالى اعمل لك عظمه على طقم عشا حكايته فوق الحكايه. بقول لك بكام؟ بقول لك 6 غويط، 6 مصفوف، 6 جاتو، 6 بولات شوربه، 30 قطعه. 30 في 20 بكام؟ ب 600 جنيه. تعالى اقول لك تعالى خديه ب 345 جنيه. 345 طقم ده احنا عارفينه ما شاء الله، يعني كان في كل بيوتنا. حلو جدا. تعالى نخش من مكرونه الفل. طقم اكوا باريكس في كل حاجه من كل المقاس. 6 6 6 6 6 غويط، 6 جاتو، 6 بولات شوربه، 6 جاتو، 6 فنجان بالشاي، 6 قهوه بالفنجان بالشاي ب 1600 جنيه. بقول لك تعالى خد ب 780 جنيه. ب 780 جنيه. 780. بصي بقى اشكاله قد ايه وراه، اشكال كتير جدا. تحتاري وتختاري عشان تجيبي طقم يعجبك. ما شاء الله الكميه موجوده وفي المخازن موجوده، بس الزبون توصل اكبر من الكميه. الحقي استفاد بالعروض، استفاد بالخصومات، رايحين في حته ثانيه زي ما قلت في شهر واحد وحصل، مش مجرد كلام ومجرد شوق. الحاجه ولا بتاكل ولا بتشرب، بس احنا بنسهل على الناس عشان اخواتنا البنات تتجوز واستفاد بالعروض، استفاد بالخصومات. عندها تشكيله الكوبايه تحفه فنيه، عايزه ب 2750 هتلاقي، عايزه بثلاثه هتلاقي، عايزه بكل التشكيله اللي انت نفسك فيه هتلاقي. فيديو للقلايات بتاعت السكان اللي ناس كتيره طلبتها، انتظروا في الفيديو اللي جاي. جهاز العروسه الكامل متكامل، عروضها الحلل الفرداني وكل طقم، حلل الضغط، حلل بلاستيك، والشفشه ابو 10 والشفشه ابو 15 كله تنزل. استفادوا بالعروض، استفادوا بالخصومات، شهر 3 ما يتعوضش. حكايته فوق الحكايه مع مدام شيماء. دايما توصل بيبهرنا بعروضه، دايما عروضه ما بتخلصش، كل ما تيجي تلاقي جديد دايما عنده الجديد. بسم الله ما شاء الله. طبعا الفيديوهات اول ما تنزل تعالوا على طول وشوفوا عروضنا، لان احنا فعلا ما شاء الله واخدين عروض على كل حاجه موجوده في المكان. الحق العروض قبل ما تخلص، او قبل ما اللي انت عايزاه ما تلاقيش اللون بتاعه وتلاقي لون تاني انت تكوني مش عايزاه. فدلوقتي قدامك الاختيارات متاحه. الحقيقه اول ما الفيديو ينزل خدي اللي انت عايزاه، تواصلي معاهم على الواتساب او تيجي هنا. عموما اديناكم التفاصيل طول ما الفيديو شغال. بجد الفيديو كان مميز، وانبسطت جدا ان انا كنت معاكم النهارده. اتمنى الفيديو يكون عجبكم، اشوفكم على فيديو جديد ان شاء الله.